أزور فلاون مزيغن تمازيغين أزور فلاون جراديو حوسا. تحية للجماهير السوسية في كافة أنحاء أكادير سوس المغرب كله. مرحبا بكم مرة أخرى في راديو حوسا وبالضبط برنامج تغلغة ودرار. تغلغة ودرار اللي كيستضيف شخصيات سوسية لها علاقة بحسنية أكادير سواء في التشجيع أو لاعبين أو مسيرين، يعني اللي كنتمنوا تلقى الإعجاب ديالكم وتجاوب على مجموعة من التساؤلات وتساهم يعني مساهمة متواضعة من راديو حوسا في التعريف بشخصيات وبلاعبين ديال الحسنية، خصوصا وأننا يعني كنلاحظوا على المستوى الإعلام يعني لا الرسمي ولا ما هو إلكتروني أن كاين حيف كاين تقصير. وإلا ما خديناش البادرة كمشجعين كمحبين ديال الفريق ولا كمكتب ولا ك يعني وعرفنا بالهموم ديالنا وبالانشغالات ديالنا وبالطموحات ديالنا وبالامل ديالنا، فما غاديش شي واحد يجي ويعرف بينا ويعرف باللاعبين ديالنا ويعرف بالمشجعين ديالنا. يعني كما تنقولوا راه ما يحك لك جلدك غير تفرك. وفي هذا الاطار يعني كنبغيو نحييو الجماهير يعني اللي كتستعد باش ديبلاصه المدينه الجديده لمؤازره فريق حسنيه اكادير غدا اللي غادي تكون عنده مقابله مهمه مع الدفاع المحلي. ونتمنوا التوفيق ونتمنوا يعني تكون نتيجه ايجابيه اللي ترضي الجماهير العريضه ديال السوس، خصوصا وان يعني شفنا استيقاظه ديال الالتراس ديال المحبين وكذلك داكشي اللي وقع في المكتب. كنتمنوا تكون شي نتيجه ما نقولوش اللي تلسينا وانما اللي تبدا لينا بواحد الموسم كروي جميل ويكون محفز ومشجع ومرضي يعني للجماهير ولا للشعب السوسي الا بغينا نقولوا عامه. نرجعوا ونقولوا تغلغه ودرار، البرنامج ديالكم اليوم غادي يستضيف بطريقه مباشرة لاعب ومحب وابن منطقة سوس ولاعب فريق الأمل اللي هو عماد الكيماوي. سي عماد مرحبا بك. مرحبا اخي ماوي، شكرا على الاستضافة وكنتمنى هذا المولد الجديد ديالكم كثير من الازدهار والتقدم ان شاء الله في قادم الجولات ان شاء الله. تنميرتك بالنسبة سي عماد، يعني كنعرفوك يعني لاعب ديال الامل ابن الفريق، تدرجتي يعني في جميع الفئات العمريه ديال الفريق، ولكن نبغيو نعرفو يعني هذا هو الدور ديالنا نعرفو يعني باللاعبين ديالنا المحبين ديالنا ونعرفو يعني بجميع المكونات ديال الفريق، وانت منهم وكنفتخروا يعني باش يكون معنا يعني شاب على المباشر في هذا البرنامج وفي راديو حوسا. نبغيو نعرفوا يعني الانطلاقه ديالك يعني مع فريق حسنيه اكادير، فوقاش يعني دخلتي المدرسه ديال التكوين ديال الفريق؟ قبل البدايه كانت البدايه تاعي بجمعيه، جمعيه وفاء سوس بمدينه منطقه وفاء باكادير. عاد تم الانتقال ديالي لفريق حسنيه اكادير في عمر 7 سنوات، تدرج بجميع الفئات لفريق حسنيه اكادير من الكاتيجوري مي بي بي للسبور حاليا. يعني الرقم 99 هو يعني من الصغر ولا حاليا؟ كان مول الرقم 96 على حسب عمر الازدياد ديالي 1996، ولكن المول ديالي خلاني نعشق هذا الرقم 99 ونلبس هذا الرقم هذا. يعني إلى رجعنا لهاد الأيام ديال التكوين يعني لا داخل الجمعية ولا داخل الحسنية، يعني شكون الأول يعني أول شخص صار على التكوين ديالك؟ اول شخص اللي بدا بالجمعيه كان الشخص عبد القادر ماما ولا الشخص نور الدين تيوي، كنقدم لهم التحيه من هذا المنبر. عاد البدايه بدا بطريق حسن دكادير عن طريق المدرب محمد العواد والمدرب المعروف كربيط، كنقدم ليه التحيه تاعو بخصوص تحيه حاره من هذا المنبر ان شاء الله. يعني شكون هو القدوه ديالك في الحياه سواء كان لاعب يكون لاعب ولا
اي مجال قدوه كلاعب عالميا فلاعب بوسكيت هو القدوه تاعي كلاعب اللاعب هذا لاعب خلوق يقدم مباراه كبيره بوسكيت من ولا فكرتي يعني الى جينا السي عماد وقلنا بانك فكرتي مثلا يعني شي نهار فكرتي ولا واش غادي تفكر بانك يعني تكمل التكوين ديالك ولا اللاعب ديالك المسيره ديالك شي فرقه خارج الحسنيه واش عالميا ولا وطنيا نقولوا وطنيا ربما غير في التكوين حاليا ولا يعني الا كانوا شي سميتو يعني في التكوين واش كتفكر يعني تكمل التكوين ديالك في شي مدرسه كرويه اخرى لا في الميول ديالي كيمول لفريق حسن اكثر من في فريق اخر في الوطن كنتمنى تكون كمل التكوين ديالي داخل فريق حسن انت كتوني مالي السعودي فريق الكبار ان شاء الله ان شاء الله غير يعني علاش سولتك هذا السؤال ديال التكوين لان كاين يعني كاين بعض الناس يعني تيقولوا بان يعني التكوين داخل فريق كاين فرق يعني باش بلا ما نذكروا الاسماء ولكن كاين واحد ثلاثه ولا اربعه ديال الفرق يعني اللي متقدمين في الناحيه ديال التكوين نسبيا ماشي تام متقدمين وانما يعني فايتين الحسنيه لان كنعرفوا عندنا ربما انت عارف هذا الشيء اكثر مني عندنا مشاكل داخل الحسنيه فيما يخص التكوين يعني هاد الفرق هادو واش ما يعني ما كيغريوك باش تكمل يعني التكوين ديالك فيهم وربما ترجع للحسنيه في الكبار هذه الفكره هذه ما عمرها راه خلاف البال ولكن التكوين داخل الحسنيه كيخص التكوين كيخصو شحال من حاجه الدعم المعنوي اولا كنحتاجو الدعم المعنوي الدولي ما كانش كيفتقدو فريق حسن كادير وكنتمنى من قدام ان شاء الله يكون التكوين يقدموا الدعم للاعبين الدعم المعنوي ما كيجي للعاب كيكون عنده عده المشاكل كيجي التدريب والعقل ديالو ما كاين باش التريني كاين شي واحد يدعم اللعابه واخا غير معنويا يعني هاد يعني واخا هاد المشكل ديال التكوين يعني والمشاكل اللي كاينه يعني بغينا نقربوا منها نقربوا الناس يعني الجمهور اللي كيتابعنا دابا المشاكل اللي كتعانيوها نتوما يعني كفرق ديال يعني الفئات العمريه الصغيره المشاكل اهم المشاكل اللي كتلقاوها حنا كنشوفوا يعني فرق اخرى ربما ما كتعانيش نفس سميتو ولكن بغينا نسمعوا هاد المشاكل يعني من عندك انت كشخص يعني اللي كيتعايش معاها بشكل يومي المشاكل هذا عندنا المشاكل كاين كلها سلبيه وكنشوف فحنا كنفتقدوا الدعم المعنوي عاد الدعم المادي في الدعم المادي كنهضروا على الترونسبور اللاعب ما كاينش من مسافه بعيده كيخص فلوسو ولا جينا نشدوا ولا لي بريم اللي كنشدوا راه كنخسر اكثر من داكشي كتشد انت لي صاري ما كاينينش كنتمنى من المباراه ديال الفريق حسن داك ديال يدير شي تطوع يدير شي دعابه شي لي كارت ترونسبور باش يجيو بلا ما كيجي من مسافه بعيده خاصو باش يجي خاصو الفلوس هاكا مثلا كتخسر 70 درهم في السيمانه انا هاكا مثلا انا كتخسر 70 درهم في السيمانه باش كاش التصاري لا والو كنتمنى من هنا قدام يدعمونا ويعطيونا شي حاجه باش نجيو على لونطري بعد نديرو مجموعه اونسومبل بالنسبه يعني حقاش شفنا مجموعه من اللاعبين الاخرين يعني اللي عندهم مشكل يعني التوفيق ما بين ما هو دراسي وما هو يعني ما هو رياضي واش عندك نفس المشكل نفس المشكل انا خرجت من الدراسه في قطريه المشكل كتلقى في المدارس الاخرى كيقول لهم انت كيقول لك فيك انت كيقول لهم انت كتلعب على الكره كيقول لك انا خاص تجيب لها شي حاجه تجيب لها شي مبرر كتجيب مبرر لمرا ولا مرا ثانيه يقول لك كثرتي انت كتشتق في مشاكل وانا غالبا اللعاب راه كتقول لهم خارج من القريه بسبب هذا الشيء فاش تقول لهم واش تمشي تهضر مع الموسيان يقول لهم اش كاين يقول لك اودي صبر وحنا كنصبروا حتى كلشي كيخرج من الطاقه كامل دابا فريق الامل حسن اللي غادي راه النص ديالو ما كيقراش يعني مش وما كاينش يعني ما عطاوكمش وعود مثلا بان غادي يكون توفيق ما بين ما هو دراسي وما هو يعني داخل المكتب يكون تعاقد مثلا مع شي مع مؤسسات يعني تعليميه ولا مع الاكاديميه ديال ولا النيابه ديال التعليم في المنطقه ولا يعني كاين امور يعني اللي دارت فرق اخرين يعني راه ماشي شي حاجه صعيبه باش دار هنا في اكادير خاصها تكون واش ما يعني واش هاد الناس اللي كيسيروا واش ما كيفكروش هكا ولا يعني خلاوكم يعني كل واحد يدبر راسه دابا ديال اول عام هادو هذا العام هذا فاش اللي سمعت قالوا بعد الدراري اللي خرجوا من الدراسه غيحاولوا يرجعوهم يقراو وهاد الوعود ما عمرها عطاونا شي وعود حيت اذا عطاوك على الوعود راه كيتخلاو على الوعود ديالهم ديما يعني ما يعني كانوا وعود وما
طبقوا. واخا يقولوا بعد راه باغي يطبقوش. هذه مشاكل ربما مشاكل عويصه داخل الفريق. اللاعب ما كيقراش ولا ما كيقراش كاع في الطالون باش يسبيكي مع شي واحد شي لاعب افريقي شي فرقه اخرى كيتلاقى معاه كيقضي الطالون كيهضر معاه ما كيقدرش يهضر معاه يتحاور هو ما كيقدرش يتحاور معاه. يعني هذه عراقيل ولكن يعني الى 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 جينا نشوفوا حتى من ناحيه يعني من ناحيه ديال المحيط العائلي واش يعني العائله ديالكم يعني ما عمرهم يعني راسلوا مثلا المكتب ديال الحسنيه ولا يعني لقاو شي حل يعني كتعنا في الاخر كتبقاو يعني واخا كنشوفوكم حنا يعني بالنسبه لنا ان شاء الله غتبرجوا كرياضيين وسميتو ولكن يعني كيبقى الجانب التكويني يعني الذهني ديال لان كما كيتقال يعني العقل السليم في الجسم السليم يعني ساري يعني المحيط الاسري واش ما فكرتوش مثلا تجمعوا مثلا والديكم وديروا شي جمعيه ولا شي وداديه ولا شي حاجه باش يكون عندكم صوت قوي اللي كيتكون يعني كدي جون اللي كيتكونوا داخل الحسنيه وتواصلوا المكتب ويلقى لكم مشكل هذا الحل. هذه الفكره مره طاحت علينا وكنتمنى نتحاور مع الدراري ونحاولوا نديروا نهضروا معهم الوقفه هذه باش نهضروا مع المسؤولين ديالنا باش ما يرجع يدعوش اللعابه ديالنا وكلشي يرجع يقرا ويستمر في الدراسه ديالو. نتمنى خصوصا وان هاد المشكل انه بزاف ديال كيعانيوا منه بزاف ديال الدراري يعني اللي كنشوفهم يعني حنا كجمهور وكجمهور ديال الحسنيه كيعاني من هاد المشكل هذا خصوصا وانه يعني التكوين هو اساس اي فرقه اساس ديال النجاح اي فرقه وفهاد يعني من هاد المنطق هذا يعني نبغي نوجه لك السؤال واش كتشوف بان حسنيه تكادير في حال عندنا لاعبين عندنا مواهب صغيره يعني صغيره من ناحيه السن وكبيره من ناحيه العطاء الى تم الاهتمام بها والمواكبه ديالها فحسنيه تكادير من هنا لقدام غادي تكون في غنى على جلب لاعبين اخرين مع احترامنا كاملين للعابه اللي كيلعبوا في بل يعني دابا واللي لعبوا فيها من قبل ولكن يعني الفارق كنادي غادي يكون في غنى على انه يعني يستقطب من الميزانيه ديالو ويخسر من الميزانيه ديالو وبالعكس غادي يكون عنده نسمعوا الفائض نسمعوا الجواب بعد الفاصل. وجيت نغني ونطالب بالحرية لوليد الزرع في مورا القرية قوانين مصرية ليا مصرية واش ذنب ولا شاق الحسنية سي واليوم مشى ضحية لي دير طابت لاكور فترين شي دري ولي راني نحارب ونغني لي دير طابت لاكور فترين شي دري ولي راني نحارب ونغني في بلاد النيرو أزمت الوضعية قمع ومجية في الحياة اليومية جمتوني مجرمين قلت علينا طاغية اطرع جهة مجية وجهة مجية حبي في بلدي هنا في بلد ديمقراطية خليت خوتنا بين حيوان السيلي انا عمرك ربي ورضيت الوالدين خليت خوتنا بين حيطان السلم نعم مولينا ورضيت الوالدين هذا مساج في خطر الحكومة اللي تيمونا ولي حلينا اللومة وخلوا يحبوا وخلوا العبد مظلومة
واللي نقوله لليوم راح نقول اليوم عصيتنا ولغتنا راه نفهمها لبير صعب وترين شي تري من يا الحبي صافي يا الحبي ليه دير طاك لك وربتين تيدري مي كافي دير يا الكافي الخبري ليلي 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 أزول في اللون تحية مرة أخرى تنشكروا يعني عماد اللي ديال البرنامج والدعوه ديال البرنامج وديال راديو حوسة وشرفنا بالحضور ديالو اليوم معنا. يعني كنت في الفقره الاولى اللي طرحته يعني السؤال اللي طرحته على اخويا عماد هو واش كتشوف يعني بان فريق حسنيه اكادير يعني العناصر اللي مكونه داخل المكونه داخل الفريق هاد العناصر اللي غادي تغنيها على المشاكل الماديه الحاليه. يعني هاد الشيء الا كانت فعلا هاد المشاكل الماديه يعني غادي تغني الفريق ينفق وانا انه ينفق وبالعكس غادي تكون عنده غادي يكون عند التكوين ديال هاد العناصر غادي يكون عنده مردوديه مزيانه ماليا يعني على الفريق. فعلا هذيك كتجلب من فرق اخرى هو كيلعب على الماديه من اللاعبين المكون تاع الفريق هو كيلعب اول على المدينه كده على الجمهور الترابو الفرقة مش المادية المادية كتجي من بعد وهادشي أدواء لاعب السوسي والمدرسة كده كل نفس كي نفس الترابو ديال البلاد ما لاعب البراني كيجي كده هو على المادية لما كانت المادية ما غيرش داكشي في جهده هو كده على المادية ما هو الفرقة كده بلاد تيشرت والترابو المدينة وكيلعب على الجمهور السوسي عامل غادي يعني غادي نحاولوا شويه لان يعني المشاكل داخل الفريق الحسني يعني كنحاولوا هي كثيره كنحاولوا ما امكن نتغاضوا عليها. هذه رساله للمكتب يعني رساله من المكتب من راديو حسام من يعني حنا كغيورين كمشجعين ديال فريق حسنيه اكادير كنتمنى يكون حل لهذا المشكل ديال يعني ديال الشباب اللي في المدرسه ديال التكوين ديال فريق حسنيه اكادير لان بلاد كيكونوا فيها كاينه فرقه واخا يكونوا الفلوس يعني غامشت حتى عند الحسنيه راه ما عند عماد دابا ما قال الاخ عماد دابا يعني من خلال الكلام ديالو يعني كتحس بداك الحب ديال الفريق وكتحس بان اللاعب المحلي كما قال كيف ما كان المردود ديالو كيف ما كانت الفرقه ديك المدرسه اللي ديما ديك الفرقه ديك المدرسه اللي تكون فيها يمثلها. نخليو شويه المشاكل ونخليو سميتو نهضروا على الحسنيه من المنظور ديال عماد الكيماوي وواحد السؤال اللي كيتطرح عند الجمهور وعماد الكيماوي واخا هو يعني لاعب داخل فريق حسنيه اكادير الامال يعني هو نيت يعني من الجمهور كيسمع هذا الجمهور هذا وبغينا يجاوب عليه اليوم. شنو هي الحظوظ ديال اللي كتشوف ديال فريق حسنيه اكادير في هذا الموسم هذا؟ فريق حسنيه اكادير كان الموسم الماضي في الذهب الموسم الماضي فريق حسنيه غير ضرب حد اما ذاك العام اللي فات في الذهب فانا كنقول بان فريق حسنيه غير يلعب على المراكز الثلاث الاولى وكنتمنى لهم الحظوظ ان شاء الله ويقدموا مردود جيد وفرحوا الجماهير السوسيه سميتو كتعشق الالقاب ونرجعوا يامات البطولات المتتاليه ونفرحوا هاد الجماهير السوسيه كتعشق الفريق هذا وكتمنى شي لقب يدخل الخزانه ديال الحسنيه اكادير. هو كاين واحد السؤال يعني واخا يعني كما تنقولوا بيني وبينك يعني شنو هو الذهاب شفناه مزيان العام اللي فات في نظرك انت يعني كلاعب حنا ربما ما غنفهموش اكثر منك يعني كلاعب شنو وقع في الاياب واش ما هو بدني واش شنو وقع بالضبط واش نقول لك السؤال واش شويه صعيب عليا
يقدر يكون واش ماديا، واش اللاعبين ما سدوش المستحقات ديالهم، واش تسير، واش تسير، واش اللاعبين ما سدوش سميتو الاجور ديالهم، والاسباب اللي يقدر يخليو اللعابه يتهاونوا في المقابلات الاخيره. يعني ربما تكون اسباب يعني كما قلت، يعني مادام اللاعب جا من برا باغي يلعب، باغي يدي الفلوس، راه الا ما عطيتيهش فلوس راه ما غاديش يلعب. يعني قلتي احنا ما بغيناش مازال داك تنشيط البطوله، ولكن يعني التشكيله اللي شفتي دابا واللعابه اللي تستقدموا دابا، واش يمكن يعني فعلا يعني فعليا نفسه على المراكز الثلاثه الاولى بهذه التشكيله، بهذه المعطيات، بهذه المشاكل اللي دازت دابا، بهذه المشاكل اللي عندكم، ربما حتى المشاكل اللي كاينين يعني عند الجمهور، يعني كنعرفوا المشاكل اللي كانت عندنا حنا كجمهور، واش يمكن نديروا شي حاجه هذا العام؟ بلا ما نبقاو نكذبوا على ريوسنا، بغينا نسمعوها منك يعني من عماد الكيماوي. حسنا ما كتجلبش لاعبين وازنين اللي غيخولوا لك انك تلعب على البطوله، ولكن كتجلب لعابه اللي من الهوات، وكتكون لعاب من الهوات كيلعب كل روح قتاليه، ومشات البطوله هذيك تعودنا على فريق حسن اللي غادي في 7 سنوات 8 سنوات الاخيره، وكنتمنى هاد العام يلعبوا على البطوله ويحققوا شي لقب ونادي وراء الجمهور الحسن اللي غادي، تنحيي لهم تحيه من هاد المنبر. يعني انت متفائل بهاد التشكيله وبهاد المشاكل كامله اللي احنا يعني كنتمناوها تزول، كنتمناوها تكون يعني حافز، واش متفائل يعني بالبطوله ولا غير بالتنشيط هاد العام هذا؟ فنهضر كجمهور، فالثقه ديالنا في السكيتيوي، وكنتمنى من اللعابه يطبقوا الخطط تاع المدرب السكيتيوي، وان شاء الله ما يكون على خير من هذاك الدرب. ان شاء الله داكشي اللي كنتمناوه حتى حنا. ونرجعوا لك سي عماد، يعني احنا دابا كنعرفوك يعني داخل الحسنيه تقادير، ومفتخرين باش يكون عندنا يعني باش الحسنيه وابناء السوس يعني تكون يعني لاعبين بحالك. يعني واش كتفكر مثلا ما يخص الاحتراف؟ يعني واش كتفكر دابا من الاحتراف، اما داخل البطولات يعني ديال الكواتش اللي تنقولهم في الخليج، ولا بطولات اوروبيه؟ بالنسبه للاحتراف انا ما كنفكرش نحترف في فريق، انا كنتمنى اني نلعب فريق حسن تقادير، ما عطيتش نلعب انا في هذا الفريق الاول، ونلعب امام الجمهور ديال مدينتي وبلادي، وكنتمنى هذه الامنيه ديالي ان شاء الله باش نلعب في الفريق الاول ونلعب امام الجمهور حسن تقادير ان شاء الله. يعني محب الحسنيه 100%. هو من هاد سميتو كاين واحد التساؤل، يعني مادام شفنا يعني نرجعوا للموسم اللي فات، يعني شفنا اخطاء دفاعيه، شفنا يعني مجموعه من يعني اخطاء دفاعيه بدائيه اللي شفناها سميتو اللي كبدات الحسنيه، ومع احترامنا للمدافعين كاملين واللعابه ديال الحسنيه، ولكن يعني مادام هي اخطاء بدائيه، فكنتمناو يعني من هذا المنبر ان مادام هاد الناس هادو يعني اللي كيديروا هاد الاخطاء البدائيه، وعندنا لاعبين سورتو السي عماد معنا دابا اليوم، يعني هو كمدافع، مادام هاد الناس اللي كانوا غادي يديروا اخطاء يديروها لينا، يعني يديرها لينا شباب اللي يمكن يستافد منها. ما يمكنش لاعب عنده 30 عام وبقى يدير اخطاء بدائيه وحنا ما غنستافدوا منه والو. على الاقل اذا كانت اخطاء بدائيه عند شاب فغادي تكونوا غادي يعني تم الاخطاء كيستافد الانسان. نتمنوا من هذا المنبر يعني ومن السي سكيتيوي ومن الاداره التقنيه ديال الفريق يعني تلتفت لهاد الفئه، لان هي خزان وفيها لاعبين في المستوى، واي حاجه اي تكوين ولا اي فرصه تعطات لهاد اللاعبين هادو فغادي يشدوا فيها كما تنقولوا، وغادي يبرهنوا على سميتو ديالهم، على يعني الحضور ديالهم، على الحب ديالهم الفريق حسنيه اكادير. هذا هو السؤال ديالي ليك، يعني دابا يعني مؤخرا يعني عندنا افتقار للمدافعين، واش كتشوف يعني انا بعدا كنشوف، ما نقولكش انا شنو كنشوف، ولكن انت واش كتشوف بان بلاصتك حاليا كشاب كاينه في الفريق الاول ديال الحسنيه؟
هذا السؤال هذا ما نقدرش نقول لك بانني افتخر براسي ونقول لك بانني كل اللي لعب في الفريق، ولكن الجمهور هو اللي يحكم علي، اللي كيتفرج في المقعد البلدي ديال الامل هو اللي يحكم بان واش نقدر نلعب في الفريق الاول ولا لا. تمرت خويا عماد، غير بالنسبه ننتقلوا لما هو يعني اللي كيخصنا حنا، ما نبقاوش غير نهضروا عليكم كلاعبين وكمكتب يعني، وانت نتمنى يعني كجمهور واش عندك شي رساله للجماهير اللي كتسمعنا، لا الالتراس ولا المحبين يعني اللي ما كينضاوش تحت اللواء الالتراس، واش عندك شي رساله للجماهير اما فيما يخص التوحيد ولا فيما يخص، لا بغيتي شي رساله توجهها للجمهور؟ انا من الناس اللي كيتمنوا التوحيد للفيراج، حيت التوحيد للفيراج اطري مزيغ والالتراس الريدريبز، الالتراس يتوحدوا غنحيدوا الصداع، غنحيدوا شحال من مزاله وغنوحدوا الفيراج، وغادي هذيك النظريه وراه ناقل المدرجات، ويكون عندنا جمهور كتيف كثير، وكنتمنى من هذا المنبر نقول هذا الجمهور التوحيد احنا كجمعنا ثلاث الحروف هي الحسنيه حيسه اللي كتجمعنا، وكتجمع شي حاجه اخرى، وكنتمنى اليوم ان شاء الله التوحيد ان شاء الله، ونقدر ناقل المدرجات ان شاء الله. ان شاء الله يعني نتمنوا يعني الرساله ديال عماد توصل، يعني توصل لا للريد ولا للريد ولا الامازيغن توحيد الفيراج، يعني حنا في حاجه ماسه للتوحيد، وما نبقاوش يعني ديك الاشكاليات، يعني نبقاو نضربوا غير في المكتب وفي اللعابه، وحنا ام المشكل. يعني سؤال كسؤال الخويا عماد، هي يعني رسالتك يعني القاصرين يعني والدراري يعني المهم اللي كنشوفوهم بانهم مثيري الشغب، يعني اللي كيتسبب احداث يعني اليمه كنتمناو ما نشوفوهاش هذا العام اللي جاي، يعني الرساله ديالك كلاعب لهاد الفئه العمريه يعني القاصرين بعد الفاصل. حب الفارق ربك
أزول تكليت يا بنين أزول في اللون غراديو حوساق إيميسيون تغلغة ودرار يعني مرة أخرى كنشكرو الضيف ديالنا لهاد الحلقة السي عماد الكيماوي. بالنسبة للسؤال اللي الموجه للسي عماد يعني رسالتك يعني القاصرين ورسالتك للفعاليات يعني ربما للسلطة باش نلقاو شي حل الجماهير ديال حسنية أكادير اللي هي تقريبا يعني ممكن نقولوا النص هي مجموعة من يعني من الشباب ديالنا ديال مدينة أكادير القاصرين. جمهور السويس ما يعويش عليه الشغل داخل الملعب. وبالنسبة للقاصرين فهناك قمع من طرف السلطة للقاصرين كما كنشوف في ملاعب أخرى كملاعب الرجاء والوداد وغيرها من الفرق. القاصرين هما مملئين التيران عن كاميلي وكنتمنى من السلطات المحلية وأن باش تعاونوا مع الجماهير السوسية لأن الجماهير السوسية معوش على الشغب والقاصرين إذا ما كان قاصرين ما كان طرق حيث طرق أغلبية يكون قاصر. وكنتمنى من السلطات تعاونوا مع الجماهير السوسية وشكرا. وبالنسبة يعني بالنسبة للمتمنيات ديالك الفريق حسنية أكادير هذا الموسم متمنى تاع الفريق حسن هذا الموسم البطوله ولماذا المراكز الثلاث الاولى ان شاء الله. ان شاء الله نتمنوا يعني نتمنوا من فمك ربي كما تنقولوا. والمتمنيات ديالك للجمهور فريق حسن اكادير لا الالتراس ولا المحبين الجماهير السويسرا باش يزيدوا من الابداع ديالهم داخل المدرجات والحماس داخل الملعب باش يشجعوا اللاعبين باش يعطيو مردود كبير داخل المقابلات ديالهم. وكنتمنى لهم حظ موفق في المباريات القادمه ان شاء الله اللي تابعهم ديبلاسمون وبزاف د الحوايج. ومن هنا كنحيي جماهير الطري مازيغ يعني سمعنا قلتي اولترا مازيغن شكون اللي قريب لك يعني بصراحه كلاعب واش مازيغن ولا ريدريبل ومع العلم ان عندك الحق ما تجاوبش. واش نقول لك فما عرفت انا الترا عرفت الترا مازيغن بالضروره يعني عرفت الترا وعرفت بزاف د الحوايج وهي اللي راح لي ديني عرفت عليها ومالوني مبارك كنوجه من رساله للجماهير ريدريبل انا باش يحضر في راجل كتب نادي الامنيه ديالي باش جمال السوسي طري مازيغ ولا جمال دريبز نكونوا خوت ونحضر في راجل ولماذا ان شاء الله. ان شاء الله يعني كن عماد يعني صريح زياده عن اللزوم كما تنقولوا. وبالنسبه يعني المتمنيات ديالك يعني الخاصه عماد يعني شنو كيتمنى في الحياه الرياضيه ديالو هذه السنه الجايه ان شاء الله. الموسم ان شاء الله نبران نستحق اللعب بالفرق الكبار ان شاء الله ونقدم عطاء كبير ونرضي الجماهير السويسرية ان شاء الله ولماذا تحقيق لقب مع الفريق الامن ان شاء الله.
ان شاء الله. حنا كنتمناوك على شله في فريق حسنيه اكادير الكبار، و يعني ولا ما نهضروش مازال عماد والعلاقه ديالو بالفوت يعني بكره القدم، من غير هاد العلاقه ديال الفوت واش عندك شي ميولات رياضيه اخرى؟ انا بالنسبه لي فزاولت رياضه اخرى وهي الهوندبال. اجت هاد الصدفه عند تلقى واحد الشخص سميته جمال حمه، وهي من هاد المنبر غنقدم ليه التحيه. واحد النهار كنت اجلس وما كنترينو، قال لي ما كاين باش ما دير والو، قال لي جيت تحرك مع الدراري. بعد تحرك عشقت هاد الرياضه هادي واستمرت فيها 4 سنوات 5 سنوات وعجبني هاد الرياضه. وما من برك نحيي جمال حمه لانه هو اللي عطاني المعاونه وساعدني في هاد الرياضه هادي. تنميرت. سؤال اخر وهو ماشي سؤال، واش بغيتي توجه تحيه يعني لشي شخص عزيز عليك، سواء في لافامي في الاصدقاء في الرفاق ديال كرة القدم؟ بعد ما بغيت نحيي التحية ديال الام ديالي اللي كتصر عليا كتعاونني واللي خليها ليا وخلي جميع المستمعين الوالدين ديالهم ان شاء الله. وتحية خاصة للصديق الوفي ديال اللاعب هشام جدبار والصديقة مريم وكاع الاطر تاع الحسنية منهم محمد العواد قربيط ولا علي والحاج ولا سي عزام، وكنشكرهم وكنعاود نشكرهم ونشكرهم بزاف بزاف. تنميرت يعني غادي تبقى لنا واحد الفقرة لان الوقت كيداهمنا، يعني غتبقى فقرة اخيرة أسئلة حول شخصيات، يعني حول شخصيات اللي عندها علاقة بالمجال الكروي، وغادي تكون الإجابة بعد الفاصل. زول تيكليتي اضنين. بالنسبه كاينه واحد الفقره الى سمح لينا السي عماد، يعني هي اسئله الجمهور اللي هي ضروريه، يعني وبما انه من الجمهور يعني راه كيعرف الجمهور كيبغي يسول اسئله للعابه والضيوف ديال راديو حوسه. بالنسبه لواحد السؤال ديال بوجمعه، واش كاين شي بيع وشراء في الحسنيه هذا العام اخي عماد؟ البيع والشراء ضروري يكون في داخل الفريق، وهادشي انا بعيد عليه كثير البعد، وهادشي كيتعلق بالفريق داخل المسيرين ديال الفريق. واش نقول لك، والله اعلم داكشي كيخص المسيرين، وانا كلاعب بعيد على هذا السؤال هذا. تنميرت. كاين سؤال اخر من حسان، المنافسة على البطولة يعني هذا جاوبنا عليه، يعني نتمنوا حسان يحضرنا. كاين سؤال اخر ديال عبد اللطيف، هل من مدافعين داخل فريق الامل لتدعيم الفريق الاول؟ بالنسبه للمدافعين انا كمدافع والزملاء الاخرين مدافعين داخل الفريق، فهناك لاعبين شباب
يتاح لهم فرصه فاش غيبرهنوا على انهم كيستحقوا اللعب في الفريق الاول وكيعشقوا هذا الفريق وغيلعبوا على الاسم تاع المدينه وباش يفرحوا الجماهير السوسيه. وكنتمنى من المسيرين ومن الطاقم التقني للفريق الحسن الكادي باش يعطوا الفرصه للاعبين الشباب فريق الحسن الكادي ان شاء الله. يعني داكشي كنتمنوا وكنتمنوا يعني من الاداره التقنيه ديال الحسنيه. يعني احنا بصراحه بغينا ماشي هي عنصريه ولا سمي، ولكن بغينا اولادنا اولاد الفريق اولاد فريق حسنيه اكادير، لانه هما اللي كيهموا اللي كيهمهم يعني الفريق بالدرجه الاولى، يعني تعطاهم فرصه ويتدعموا وتلقى حلول عاجله للمشاكل ديالهم. يعني شفنا مشاكل يعني على لسان يعني عماد الكيماوي اللي هو مشاكل يعني اللي كيعيشوا هاد الفئات بشكل يومي. نبقاو يعني نبقاو مع السي عماد، وفي الفقره الاخيره اسماء وشنو كتمثل لك في كلمه؟ جمال العبيدي. جمال العبيدي فهو المقاتل فريق حسنيه اكادير. عبد الهادي السكيتيوي. عبد الهادي السكيتيوي ما كاينش شي كلمه كتعبر على هذا المدرب، هذا الكوتش هذا في ما نقدرش نعبر لك على هذا المدرب هذا، وندير علامه استفهام هذا المدرب. طقطوقه مايسترو يطري مزيان. بديع او الصديق هذا. بعدي اخ اللاعب السابق في الفريق ديالي. انت نمرت سي عماد وكنشكروك على الاستضافه ديالك، وغادي نذكر واحد الاسم اخر اللي هو راديو حوسه. كنشكركم انتم على الاستضافه ديالكم، وانا جد فرحان بهذه الاستضافه، وكنتمنى هذا المولود الجديد ديالكم المزيد من الاصدار والاستمرار، وكنتمنى تستضيفوا لاعبين اخرين ان شاء الله من القدام باش هما يحكوا لكم على التجربه اللي خدوها داخل هذا الفريق. ومن المباراة نسيت باش نحيي واحد التحية للأخت ديالي فاطمة الزهراء داخل عليها والوالدة ديالي المميمة ديالي الغالية. الله يخليها ليك، وبدورنا كنشكرك باسم طاقم راديو حوسة وباسم الجماهير اللي الجمهور اللي كيستمع لنا. يعني كنشكروا عماد الكيماوي على الحضور ديالو على التلبية ديالو للدعوة. تنشكروا باسم راديو حوسة جميع المستمعين، وفي لقاء آخر من برنامج تغلغة ودرار نخليكم تستمعوا لما تبقى من يعني من البرامج ومن الموسيقى ديال راديو حوسه. تنمير تنمير حسنيه حسنيه ديما فور فور ديما لا فيكتوار ديما 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 حسنيه ديما فور فور ديما لا فيكتوار ديما 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 Yeah.